هذه الوقفة رسالة قوية وجهها السادة المحامون للمسؤولين للبرلمان المغربي بمجلسه سواء مجلس النواب أو المستشارين، على أنه المحامون حاضرون بقوة في القضايا الوطنية في إطار القيام برسالتهم النبيلة ورسالتهم في إطار الدفاع عن الحقوق والحريات وعن المتقاضي وعن المواطن المغربي. الآن المحامون يعبرون بما لهم من مؤهلات وتكوين على أنه المادة التاسعة هي فيها خرق سافر للمقتضيات دستور المملكة 2011. المغرب الآن خطى خطوات مهمة في إطار دولة المؤسسات، في إطار دولة الحق والقانون، ولكن نفاجئ الآن أن الحكومة تتقدم بمقترح يتعلق بالمادة التاسعة والتي تمنع الحز على ممتلكاتي وعلى أموال الدولة والجماعات الترابية. نقول كيف يعقل على أن هناك متقاضي مؤسسة مغربية مقاولات أجنبية في إطار تقاضي في إطار تنفيذ التزامات المتعلقة بالدولة والجماعات الترابية بعد مدة طويلة من سلوك مساطر متعددة ابتدائيا استنافيا محكمة النقد سنين متعددة، ونواجه بعد ذلك على أنه الدولة تقول لا يمكن بتاتا الحز، وبالتالي لا يمكن التنزيل وتنفيذ وتطبيق المقتضيات المتعلقة بالتنفيذ الجبري. هذه سبة للمغرب للحكومة المغربية، وأنا قلت في كلمتي للسادة المحامون أننا نرجع الخطاب الملكي للراحل الحسن الثاني سنة 1982، والذي اعتبر على أنه عدم تنفيذ الدولة لالتزاماتها سوف يؤدي إلى انحلال الدولة. الآن كنا نعتبر على أنه المغرب قد هناك قطيعة نهائية مع فترات ماضية الآن نستنكرها، ولكن نفاجأ على أنه لا زالت هناك عقليات يجب النضال في مواجهتها، يجب التصدي لها، يجب للسادة المحامون اليوم الوقفة. الآن أشكرهم لأنه وقفة معبرة قوية. الآن نقول على أنه لا للمادة التاسعة، نطالب مجلس المستشاري الآن في إطار الآن أحيلت عليه المادة أن يتصدى لها وأن يرفض المصادقة عليها. وكذلك أقول على أنه لا السادة النقباء لا المحامون قاموا بدورهم الإيجابي، لأنه الآن نرافع لفائدة المواطن، نرافع لفائدة المتقاضين، نعبر على أنه هذه المادة يجب العمل. وأنا أدعو في هذا الإطار أنه المحامون الآن يقومون بدورهم يؤدون رسالة. أدعو باقي جمعيات السادة القضاة، أدعو الجمعيات ديال المجتمع المدني، أدعو كافة مكونات المجتمع المدني المنظمات الحقوقية للتنسيق فيما بيننا لنترافع ضد هذه المادة في بداية الأمر، ولما لا أن نستمر في مسلسل هذه الوقفات سواء بالمحاكم داخل المحاكم أو أننا سوف ندعو في القريب العاجل قبل 5/12 لكي نقوم بوقفة وطنية أمام البرلمان. وأنا أشكر السادة وسائل الإعلام على تفاعلهم الإيجابي وعلى حضورهم وعلى نقل رسالة المحاماة، وعلى أننا ندافع عن المواطن المغربي وأننا لنا غير على هذا البلد، وأننا سوف نستمر في هذا المسلسل، وهذه هي الرسالة الحقيقية. شكرا جزيلا. لما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو وديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.